السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لمرحلة التنصيب وإعدادات اللي نحتاجها اللي تحتاجها هذه الدورة واللي يحتاجها أي مطور أو مبرمج بلغة الـ PHP. طبعا في البداية احنا حنشرح بالـ Windows. فبالنسبة للمستخدمين الـ Windows I have the internet. اوكي انترنت موجود. نتورك 14 اتصور بها انترنت. نتورك 14 خلونا نشوف. بينج 8.8.8.8 DNS لجوجل. اوكي في عندنا انترنت. اول شغلة انت بتحتاجها انه تذهب للبراوزر اللي انت بتستخدمه. بقايا مع الجي ان اس 3 موجودة. اوكي جوجل. اوكي في جوجل انت كل اللي تحتاجها انه تكتب اكزامب. اوكي تذهب للانستلر او تذهب دايركت للداونلود. طبعا ما بتفرق. تختار الداونلود اللي انت بدك. فور اكزامبل الويندوز. اوكي حيقوم بعملية التنصيب، لكن انا اوريدي قمت بتنصيبها. بعد ما ينتهي التحميل كل اللي تحتاجها تذهب للكمبيوتر، تذهب للداونلود. حتلاحظ انه الاكزامب تم تنصيبها. هنكبر الشاشة شوي. This one. Okay, like this. Okay. Then, right click, run as administrator. انتظر شوي. Oops. Yes. يمكن ياخذ وقت شوي لان ما طلع رام صغير. اوكي حيظهر هذا الشيء. طبعا التنصيب جدا سهل، كلها نيكست نيكست نيكست، يعني ما بتحتاج شيء. هذه النافذه تظهر لك، تقول له اوكي نيكست. تشوف كل الاختيارات موجوده. حينصب لك اباتشي ماي اس كيو ال، فايل زيلا، ميركوري ميل، توم كات، بي اتش بي بيرل، بي اتش بي ماي ادمن. جميل جدا. خلاص نعمل نيكست. الديستنيشن حيكون في السي. نعمل نيكست. نلغي هذا الصح لانه حيفتح لنا المستعرض ويذهب الى هذا الموقع. نضغط نيكست. نيكست ننتظر عملية التنصيب. طبعا الكونفيجريشن للماي اس كيو ال والبي اتش بي حنعملها في داخل اللينكس، وانت نفس الطريقة حتتبعها مع الويندوز، ما حتفرق نهائيا عنا. اوكي ما راح تفرق نهائيا لانه احنا حنشتغل على البي اتش بي. اوكي حنشتغل على البي اتش بي دوت اي ان اي فايل الكونفيجريشن، وكمان في ايضا فايل اخر ايضا حنشتغل فيها. ف نفس الاشياء اللي حنكتبها، الكودات اللي حنكتبها هي نفسها مستخدمه في الويندوز، يعني هي ما تفرق عنا. بس هذا يمكن حياخذ وقت شوي. اوكي حعمل بوز لحين ما يكمل التحميل وارجع لكم مره اخرى. ورجعنا لكم مره اخرى، نلاحظ انه التنصيب اكتمل. انتظرت لحد ما كمل التنصيب. هنا انا حيطلب من عندك انه هو يشغل الكنترول بانل. طبعا ممكن تضغط على فينيش حيشغل لنا الكنترول بانل لل اكزامبل. يلا اوكي حيطلب من عندك اللغه المانيا والانجلش. اوكي سيف انجلش. يلا 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 يلا. اوكي هنا ظهر الايقونة. That's it. طبعا هون ايضا في الايقونة تظهر لك مجموعة اوبشنز. طبعا ثقيلة لانه الرام قليل. يمكن رايت كليك. يس رايت كليك. بنلاحظ انه كلها شوت داون. ممكن من هون ايضا اعمل لها ستارت. اوكي ممكن اعمل ستارت لاباتشي، ستارت ماي اس كيو ال، ستارت فايل زيلا. فهون ممكن انه انا اعمل لها ستارت ستارت. هحتاج لاباتشي والماي اس كيو ال. لاحظ انه اشتغل ما عندي اي مشاكل. جميل جدا. بياخذ البورت اوف 80 443. اوكي
هذا ال HTTP هذا ال HTTPS. هذا البورت هو خاص للمايسكيول اللي هو 3306. انتبه لو ما اشتغل معك الاباتشي او لسبب ما ظهر باللون الاحمر معناته انه في عندك سيرفيس بيشتغل. انتبه السكايب بيستخدم الاثنين بورتس، فلازم انت تعمل ديزيبل السكايب او تعمل اكزيت للسكايب حتى تقدر تشتغل بيها، وبعض السيرفيسز ايضا تشتغل. هون نعمل له ستوب اوكي للاثنين. خلونا نعطيكم انذر نوت، ملاحظه اخرى. اوكي تم شوت داون، اثنيناتهم شوت داون، لاحظ اللون الاخضر اختفى. نعمل كلوز. هنا ممكن ايضا تعمل له سيرش، طبعا اذا كنت تستخدم ويندوز 8 او ويندوز 7 وات ايفر، فقط انه تذهب للسيرش تكتب هنا اكزامب اكس اي ام. اوكي اكزامب حيظهر عندنا الابلكيشن. بابا يلا اوكي ظهر عندنا هذا. انتبه دائما لما بتحب تشغله مفروض من عندك انه انت اعمل بن او لا ما نحتاجه، ممكن تعمل بن. دائما من تشغلها شغلها على شكل run as administrator. اوكي دائما شغلها run as administrator. في الويندوز ممكن حيعمل لك شويه مشكل اذا ما اشتغل بال run with administrator. add for that تحتاج انه تذهب لي service. اوكي view local services، خلونا نشوف ال view local services. I'm not familiar with الويندوز، ما هالقد يعني انه متعامل مع الويندوز. anyway هذا السيرفيسز حيكون عندك في سيرفيس بيستخدم الانترنت، يعني تلاحظ هنا في عندك طبعا ممكن تبحث ايضا عن الانترنت اذا صار عندك مشكله بال، بس في عندك هنا ويب وورلد وايد، في هيك شيء. لاحظ انا ما منصب عندي فما مستخدمه. ايضا الفي ام وير اوكي، يعني ممكن اي خدمه تلاقيها انه بتستخدم ال، لاحظ هذا ممكن يستخدم البورت 80 اوكي، لكن هو ما مستخدمه لي، هذا اشتغل عندنا ما عندنا مشكل. لكن في حاله انه انت عندك سيرفيسز بيستخدم بورت 80 حتى السكايب يكون موجود هون اوكي، فيك انه تختار السيرفيسز اللي بدك اياه، دبل كليك بيظهر عندك بتعمل له ستوب. اوكي بتعمل له ستوب. فها وتنتبه على شيء واحد، انه لما تعمل له ستوب اتاكد انه لو كان اوتوماتيك حولها لمانيوال، اي بمعنى انه انت بتشغلها ما يشتغل هو اوتوماتيكيا. فارجو انه تتاكد من عندها. هذا السيرفيسز اللي ممكن توقف بها اي خدمه بتستخدم هذه البورتات للاباتشي. سو ان ذيس كيس في عندنا هذا، نعمل ستارت الاثنين، بنعمل ستارت. اي تشينج انت بتشتغل، اي تشينج لما تغير في الكونفيجريشن اوكي، في الكونفيجريشن اي تشينج بتغيره لازم تعمل ريستارت للاكزامب اوكي، يعني لما بتغير اذا كان شغال تعمل ستوب ومن جديد ترجع تشغلها. هذا نمبر 1. في الكونفيجريشن عندنا الاباتشي، في عندنا الاباتشي اتش تي تي بي، في عندنا الاباتشي اتش تي تي بي اس اس ال، في عندنا البي اتش بي اي ان. اوكي احنا حنشتغل على البي اتش بي اي ان والاتش تي تي بي كونفيج. خلينا ندخل على اتش تي تي بي كونفيج، في اشياء ممكن انه نبحث عنها. عن شو نبحث احنا؟ ممكن نلاحظ، لاحظ انه هو بيعمل لسن للبورت 80، يعني حتى في حالة اذا انت بدك تغير البورت، يعني للناس المطورين يعني ممكن انه البورت 80 هم بيستخدموها في خدمة معينة ما بدهم يستخدمون البورت 80 للاباتشي او للتستينج. بعض المبرمجين لما يكون عندهم اللوكال بي سي، الحاسبة الاعتيادية مثل ما بدنا نشوف هسه حاليا، بيعملوا ويب سيرفر ولا اي شيء بورت 80، فلما يريد يعمل تجارب ما معقول له انه هو يستخدم بورت 80، يعني يوقف الخدمه اللي عنده وبيجرب بورت 80، لانه هذا الشيء حيعمل له مشاكل مع اليوزر. فبهيك حاله ممكن تغير البورت 80، يعني ممكن هذا تعمله 90 او 100 او وات ايفر، انت تختار القيمه اللي انت تريدها البورت في بس في سبيل انه انت تشغل الاكزام. بس في هيك حاله لما تعمل ستارت البورت حيتغير رقمه، ففي المتصفح لما تيجي تستخدم ما راح تكتب لوكال هوست. يعني هون احنا خلونا نشوف شغل ويب براوزر، وكذلك خلونا نشغل الاباتشي. اوكي خلونا نشوف الاكزام كنترول بانل، نشوف الواجهه الاساسيه للوكال هوست لانه احنا ما فتحناها في البدايه، فخلونا نشوفها. اوكي 8 minutes. اوكي خلونا نكتب هنا لوكال هوست. اوكي فيك تكتب localhost.com او localhost I think it's enough. لاحظ ذهب لي الداشبورد.
هون في الداشبورد حتلاحظ في ابلكيشنز، في فاكو، في عندك ال how to guides، وفي عندك ال PHP my admin. حندخل على ال PHP my admin لكن ليس في البداية، لأنه في البداية أحتاج أن أعطيك مجموعة أساسيات، بعد ذلك ندخل في عفوا ندخل في ال databases. PHP info هي ال information اللي حيعطيك إياها لل PHP. خلونا نشوف، نلقي نظرة بسيطة. بنلاحظ هون عندك ال شو مثلا، في عندك which one okay Apache version okay، في عندك ال لاحظ localhost 80. هون اذا انت غيرت في البورت، هون اذا انت غيرت البورت سويتها 100 اوتوماتيكيا حيتحدث ال PHP info، بس لما بدك تدخل للlocalhost لازم في البداية انه هون حيكون شو؟ حيكون نقطتين مع البورت اللي انت قمت بتغييرها في البي اتش بي انفو، لانه البي اتش بي انفو لاحظ انه بيستخدم 80، حتسأل اوكي ليش ما بيظهر هنا، احنا ليش ما بنكتب هنا نقطتين 80؟ ال 80 هو اوتوماتيكيا يتعرف لل HTTP، فما يحتاج انه انت تكتبها، انت ما راح تشوفها، بس هو عمليا حيعملها نقطتين 80، اوكي؟ فال 80 بورت 80 ما يحتاج تكتبه لما انت تستخدم الويب، مجرد تكتب اسم الموقع لايك localhost هسه حاليا احنا بنستخدمه ذاتس ات، لكن اذا قمت بتغييرها لغير رقم مفروض من عندك انه تكتبها بهذا الشكل دوت مع الرقم المرافق لها. هون نلاحظ انه السيرفر روت موجوده في المسار سي اكزامب اباتشي، واللودينج ماجول، هذه الماجولز اللي هي اللودينج. شو بعد عندنا هون ننتبه عليها، اوبن اس اس ال، اوكي يوزر، سيستم روت، اوكي هذه مواصفات الحاسبه نفسها، اوكي ريكوست هو ال HTTP. زين في عندنا الكالندر enabled core، اوكي في عندنا ايضا شو اللي اريد انتبه على sending smtp no، اوكي خلينا نكتب control f time، اوكي time zone enabled، بس نلاحظ انه time zone default معطينا يوروب برلين، اوكي ف وكذلك في عندنا ايضا ال شو يا ربي بس لا انساها، شو اللي ردت اقولها، تايم زون، وفي عندك ايضا البفر، اوكي البفر سايز بنلاحظ انه هو موجود وشغال ريدنج بفر، اوكي خلينا نوقف هنا لانه تجاوزنا اكثر من 10 دقائق، ونكمل وياكم الدرس القادم، مع السلامه.